نحن هون بنشتغل كلياتنا ايد وحده، يعني انا كثير بهمني انه كلياتنا نشتغل مع بعض. يعني صحيح انا صاحبه العمل هون، بس بحب ساعدهم يكون ايدي على ايدهم. زبايني بلشوا هن رفقاتي المقربين جدا جدا. فأنا أول ما بلشت عملت من بيتي، عملت منيو وبعثت لهم لرفقاتي شو الأكلات اللي أنا بدي بيعها، وبعثت بالمنيو الأسعار والكميات والإنجريدينس، وهن بلشوا يدعموني بصراحة رفقاتي. أنا كل هذا البزنس أنا أسسته لحالي، وزوجي أبو عمر محمد كزكز الله يخلي لي وطول عمره هو دعمني كثير. بس في شغلة عملها هو خلتني أنا قوية كثير، إنه خلاني أنا أعتمد على نفسي بكل شيء. الأكلات يعني نحن متخصصين فيها كثير، طبعا أكلات الرز، يعني أنا عندي أكلات الرز كثير مشهورة فيها، فيهم كبسة، برياني، مقلوبة باذنجان، مقلوبة زهرة على الطريقة الفلسطينية، فريكة، صيادية، رز وسمك، هدول أشياء كثير بنطلبوا من عندي أنا. كمان الطبخ يعني زي ملوخية، فاصولية، بامية، كل فترة بحب يعني أعمل لهم للزباين أطباق مختلفة. هلأ بدنا نعمل حلاوة الجبن، مشهورة فيها لأنه أنا أصلي من حماة، ويعني هي انشهرت أول شيء بحماة من سلورة، فيعني لازم أكون شاطرة فيها. كمان بالإضافة للحلويات نعمل كنافة بالقشطة، كنافة بالجبنة، بقلاوة، سوكسي، يعني عش السرايا، مهلبية، معمول، يعني كل هاد بنعمله. لما بيتصلوا فيني بيحكوا لي انت بيضتينا وجهنا، بيكتبوا لي رسائل، بيكتبوا لي على الفيسبوك احيانا بيقولوا لي انت بيضتينا وجهنا، فهذا الشيء كثير ببسطني، بكون سعيده انا اني بحط حالي مكانهم. لو انا عامله عزيمه وبدي اكل طيب نفس الشيء هن، فهذا بيفرحني. وبالاضافه كمان مواقف حلوه من الزباين. أنا بقالي ست شهور دلوقتي باكل من شيماء، وعرفتني على الأكل السوري كتير، وأكلها يعني من أحلى أكل دقتها أبداً، فعشان كده أنا باجي من بعيد عشان أجي أخذ أكلها على طول. يعني بحب سوريا كتير لأنه هي بلدي وأصلي من سوريا، فأنا بحب كمان إني بتمنى يعني إنه نفك شغلة الحرب ونرجع على بلدنا، ودائما يعني بشتاق لأهلي، والدي والدتي الله طول عمرهم بسوريا، كل فترة وفترة بنزل، وللمستقبل بحب كثير إنه حتى يعني إن شاء الله الله يفرجها على سوريا ونسكن بسوريا بالمستقبل.